الاستاذ المخرج الفنان خالد يوسف. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ خالد. اهلا بيك. يعني اما نقول مثلا خالد محي الدين، ابويا الثاني، يعني هو من رعاني بعد والدي مباشره، لان انا ابويا ادى ايدي لسلمني في ايد خالد محي الدين وانا عندي 11 12 سنه في انتخابات سنه 76. ومن ذلك الحين رعاني هذا الرجل واطلعني على منافذ وشبابيك للمعرفه لم يتيسر لحد في سني ان انا، او لم يكن ليتيسر لي يعني الاطلاع عليها لولا وجود هذا الرجل. فقريت من وانا صغير نظريات سياسيه وقريت فلسفات وخلاني قريت تاريخ وقريت سياسه. نصيحه ما تنساهالوش قالها لك بشكل مباشر، لا تخاصم وجدان الناس، يعني شوف وجدان الناس فين هو الاصح. ف مش معناه كده، مش معنى كده ان انت مثلا تسكت على الخرافه. لو انت عندك منظومه قيم متخلفه مثلا زي الطار اللي موجود عندنا في بعض مناطق مصر، ده لو انت هاجمته بتخاصم وجدان الناس. تعاطي معاه في الايجاب والسلب، ازاي تتعاطى كمان معاه في قضية الطار حتى وهي قضية كلنا حاسمينها انها عادة شديدة التخلف، الا انك لما تيجي تتعاطى معاها ما تصدمش الناس في قناعاتهم، تحاول ازاي تطلعهم للمستوى الارقى دون ان انت تصدمهم. فدايما عنده المعادلة دي هو عدم الاصطدام. الحركة الطلابية، لان الحركة الطلابية هي نشأتي وتكويني، وبعتقد ان يعني لولا الحركة الطلابية ما كنتش هبقى بذات التكوين اللي أنا فيه دلوقتي، لأن الحركة الطلابية ساهمت في تشكيل وجداني وتشكيل مواقفي الثابتة وثباتي على الموقف وتحمل ضرائب هذا الموقف. ده اتعلمته في الحركة الطلابية. لما كنت تطلع مظاهرة كنت عارف ان انت ممكن تعتقل، لما كنت تقف ضد إدارة الكلية او إدارة الجامعة وتبقى عارف ان هو ممكن يسقطك. فعلمتني حاجات كتير، اقلها انه ان انت يجب ان تكون مستعدا دائما لدفع ضريبة مواقفك. تمام. الحركة الطلابية في الستينات وفي السبعينات كانت بتبقى في الجامعات. احنا شاهدنا في الفترة الاخيرة طلاب الثانوية العامة بيخرجوا في وقفة عند نقابة الصحفيين. ده المشهد ده حضرتك شفته ازاي؟ الزمن اتغير، والعامل المؤثر في اي قضية، في اي قضية انت هتطرحها او اي اعلام هيطرحها او اي مثقف هيتطرق على ذهنه، لازم هتلاقي فيها فاكتور مهم او فيها عنصر مهم دخل اسمه ثورة الاتصالات. ثورة الاتصالات عنصر هام جدا في فهم اي قضية من القضايا. فانت ما تقدرش تغفل ان هذا الجيل الجديد اللي اطلع على شبابيك للمعرفة غير تلك التي اطلعنا عليها في صبانة، بتكت زرار بيعرف ما حدث في فنزويلا زي ما بيحصل، زي ما عارف اللي بيحصل في ميدان التحرير، اطلع على ثقافات العالم بسهولة ويسر. احنا عشان كنا نعمل مثلا بحث عن نمور التميل، او يعني نسمع كلمة نمور التميل فعايزين نعرف ايه القضية دي، فكنا نغلب عشان نلاقي كتاب بيتكلم على نمور التميل. هو بتاكد زرار هيكتب نمور التميل هيعرف قصتهم كلها، كل حاجة. انا بديك بس امثلة. فلما تطلع على ثقافات العالم وحضارات العالم وعادات وتقاليد العالم واب تو ديت طول الوقت بالثانية وبالدقيقة وبالكدر، ده يساهم في تشكيل جيل مختلف. بالطبع نعم. يعني دي تعد ثوره من ثمره من ثوره يناير؟ اكيد. ما هي ثوره يناير حتى اصلا ونجاحها ثم ثوره 30 لا تستطيع ان تغفل فيها ثوره الاتصالات برضه. تمام. انها ربت جيل مختلف وساهمت في اسراع الحراك. يعني انا بتصور مثلا 18 يوم بتوع ميدان التحرير، لو ما كانش في ثوره اتصالات وما كانش في فضائيات بتنقل على الهواء وما كانش في وسائل الاتصال الاجتماعي، كان ال 18 دول ممكن يقعدوا 18 شهر عشان يسقط، تعرف تسقط نظام عقبال ما الفعل ورد الفعل يجي ويعم الرد الفعل واثره والناس تتجاوب مع رد الفعل. لو ما كانش في ثوره الاتصالات ديت كان ممكن يقعد، ما كانش يبقى بالظبط. وبالتالي الجيل ده اللي طلع ده جيل اعتقد مختلف تماما عن كل اجيالنا. جيل تعرض من طفولته لهذه الثوره اللي هي ثوره الاتصالات، وبالتالي تكوينه الذهني وتركيبته الشخصيه مختلفه عن بقيه الاجيال. ليه لقب الاستاذ بقى بالتعريف ما بيطلقش غير على يوسف شاهين او على هيكل في الصحافه؟
ايه اللي كان يعني مميزهم عشان يحصلوا على هذا اللقب؟ عشان يحصلوا على هذا اللقب. هو اللقب ده عموما قيل على مجموعه من قمم الثقافه والفكر في مصر والفن باشخاصهم، يعني نجيب محفوظ عليه الاستاذ، قال تعالى علي الاستاذ، يوسف شاهين اتقال عليه الاستاذ، في الصحافه اتقال على الاستاذ هيكل الاستاذ، وهي الكلمه فعلا بتختصر الحكايه. ان هذا هو استاذ هذه المهنه، هو الاستاذ. تختلف مع توجهات، وتختلف مع سينما، تختلف مع كتبه لو كان هي نجيب محفوظ، تختلف مع كتاباته لو كان هيكل، لكنه يبقى في ضمير كل صحفي هو الاستاذ، المعلم. طب هل قرب استاذ هيكل من السلطه هو اللي صنع مجده، ولا موهبته هي اللي جعلت الحكام يتقربون؟ يا صديقي العزيز، السلطه لا تصنع مجدا لاحد. تمام. ابدا، وعمرها ما صنعت مجد لحد. ان ما كنتش انت موهوب، ان ما كنتش انت عندك حاجه ربنا حباك بيها ومتفرد بيها، عمرك ما هتوصل لمكانه مختلفه. والحاجات اللي هي مصنوعه من صنع الانظمه بتتهاوى مع الزمن على طول. يعني هتلاقي في صحفيين مرتبطين برؤساء جمهوريات وما كانوش موهوبين قوي، مش هتلاقيهم مذكورين كتير. هتلاقيهم الفتره اللي كانوا موجودين فيها على السطح متى مشوا الناس نسيتهم. وما اكثر الاسماء مثلا اللي حصلت في ال 30 سنه الاخيره في عصر مبارك، ما حدش فاكر حد فيهم، رغم انهم كانوا ملء السمع والبصر وكانوا منقربين للسلطه، لكن هم ما كانوش حاله حقيقيه، ما كانوش يمثلوا حاجه، فعشان كده اندثروا. من الشخصيات اللي عز علينا ان هم ما يشوفوش ثوره يناير كان استاذ يوسف شاهين. يعني تتوقع كده من قربك ليه، لو كان موجود في الميدان كان هيحس بايه، او كان هيقول ايه، او كان هيدفع الميدان لايه؟ اولا يوسف شاهين لو كان موجود كان هيبقى اول المبادرين بالنزول اكيد. كان هيبقى كالطفل اللي بيدبدب في الارض فرحا او غضبا، لان هو طفل كبير. وكان ميزه يوسف شاهين اللي اقتربوا منه يفهموا الكلام ده، ميزته انه حافظ على مساحه الدهشه داخل نفسه حتى مات، وهي دهشه الاطفال. الطفل لما يشوف مثلا طياره يندهش، مش كده؟ يشوف حاجه جديده اللي هي حاجه بالنسبه لاي حد ناضج عاديه، بس بنشوف دهشه الاطفال لما بيشوفوا حاجه. هذا الرجل ظل يحافظ على دهشه الاطفال طول حياته، ده اللي خليته حي طول الوقت في حياته حتى وهو عنده كام، 80 سنه. فأنا رأيي كان هيبقى طفل الميدان، كان هيدبدب فرحا وقت ما تنتصر الثورة، هيدبدب غضبا لما يحاولوا أن يكسروا الثورة إلى آخره. يعني كل اللي بيتفرج على فيلم الباب الحديد بيحس إن يوسف شاهين الإخراج خده من الإبداع التمثيلي، يعني هو ممثل عبقري جدا قدام الكاميرا، هل ده صحيح؟ لا، الفيلم ده معجزة حقيقية. الفيلم ده معجزة حقيقية، لأنه على مستوى الإخراج، وأنا بكلمك كواحد متخصص، من أهم أفلام السينما المصرية وأهم أفلام يوسف شاهين على الإطلاق. ومن ناحية التمثيلية، هذا الممثل اللي قدامنا اللي اسمه قناوي، حالة من التمثيل تدرس ل 200 سنة قدام. أكيد. في لبس الشخصية، في إن لا يمكن إن خد بالك من إنه الراجل ده عرض هذا الفيلم في مهرجان لا أذكره، من المهرجانات الكبرى زي فينيسيا وكان وكده، ولم يأخذ الجائزة بسبب إن اعتقدوا أن هذا، لا هو ما راحش، ما حضرش ال اسمه إيه المهرجان، ولجنة التحكيم اعتقدت أن المخرج قد استعان بواحد أعرج، واحد عنده لعسمة في اللسان حقيقي، وبالتالي ما يستحقش ان هو ياخد تمثيل ده بالراجل طالع بدوره في الحياة. يعني يدوبك المخرج وقفه قدام الكاميرا وما ادالوش الجائزة، لان اعتقدوا كده، يعني اعتقدوا ان البطل كده يعني. لا، هي حالة فريدة طبعا في التمثيل والاخراج، وفكرة ان المخرج يبقى هو الممثل ويطلع الادائين بالاتقان ده، يعني اداء الممثل ثم اداء المخرج، انه يبقى بالاتقان ده، دايما في حاجة هتتغلب على حاجة. انت خدت الممثل خدك قوي من المخرج، او المخرج خدك قوي من لا، الحالة حالة حقيقية مبدعة. وهو يعني نفذ فيها حلمه القديم بان هو كان عايز يبقى ممثل. خد بالك ان هو لما طلع امريكا يدرس كان عايز يبقى ممثل، ما كانش عايز يبقى مخرج. بس لما راح بسدينا درس الاخراج،
ان مرضوش يدخلوه تمثيل، فدخل درس الاخراج فلقى نفسه في الاخراج، بس يبقى حلمه القديم ايام ما كان في فيكتوريا كوليدج ان هو يمثل. فلما عمل الفيلم ده اعتقد ان هو حقق بيه حلمه ان هو ممثل كبير من داخله. صورة جيفارا اللي احنا شايفينها موجودة في مكتب حضرتك في كل ركن، يعني بتمثل لك ايه؟ بص اقول لك حاجه، انت دايما في كل ركن هتلاقي صوره جمال وصوره جبار. وانت كنت هتسالني اكيد عن جمال بعدها. انا كنت اسال على الركن ده تحديدا اللي ورا الكاميرا عشان في صورتين جنب بعض واحنا خدنا لهم لقطه. انا دايما بحطهم جنب بعض لسبب يتعلق بان انا مسميهم الاثنين، واحد منهم الانبل واحد منهم الاعظم. جمال بكل من طبيعة الأمور أنه يبقى الأعظم، لأنه كان هو الملهم حتى بالنسبة لجيفارا. يعني جيفارا لما جه مخصوص عشان يشوف جمال عبد الناصر ما بقاش مصدق أنه هو بيشوف جمال عبد الناصر. يعني ذلك القائد العظيم اللي اسمه جيفارا اللي الناس بتحطه دلوقتي على التيشيرتات في العالم كله، الملهم بالنسبة له والأب الروحي بالنسبة له واللي ألهمه الثورة هو وكاسترو كان عبد الناصر. فعبد الناصر هو الأعظم في تاريخ الثورات، لأنه هو ليس مفجرا لثورة مصر بس، ولكنه كان مفجرا لثورات في معظم بلاد العالم الثالث، بلاد العالم الثالث كلها، مش إفريقيا ولا آسيا وأمريكا اللاتينية. ف يعني حركة التحرر لما يجي يذكر تاريخيا، حركة التحرر اللي حدثت في الخمسينات والستينات ثم دول عدم الانحياز بعد حركة التحرر، على طول بتكتب باسم جمال عبد الناصر. فده الأعظم. جيفارا بسميه الأنبل لأنه هو الوحيد الذي قاد ثورة أو كان مشاركين في قيادة الثورة هو وكاسترو، وانتصرت الثورة وجلس على كرسي الحكم ثم شعر بملل وقال لا أنا مش بتاع سلطة، أنا سائر وهروح أصدر الثورة أو مبادئ الثورة لبلد أخرى. وبالفعل راح تشيلي عشان يصدر مبادئ الثورة واغتالته المخابرات الأمريكية. فده السائر الوحيد عبر العصور اللي ممكن من السلطة وتركها، السائر الذي ممكن وتركها، فعشان كده بقول الأنبل. فكرة تصوير 30 يونيو كانت فكرة حضرتك ولا كانت مطروحة على حضرتك؟ لا أنا اللي طلبتها. ناس كتير فاكرة إن الواد مصلح يعني أنا عرفت المعلومة دي في حينها، إن ومن قبليها كمان، إن حضرتك طلبت تصوير أنا اللي طلبت، بس كان نفسي أتواصل بقى عشان أعرف إيه الهدف اللي كان ورا الطلب ده. لازم الأول أقول لك واقع الأول. صح. إن أنا طلبت أصلا تصوير 25 يناير، ما كانتش أول مرة أطلب في من الجيش. يعني في 25 يناير قلت لهم هذا التجمع البشري اللي احنا 28 بعد يوم 28 بعد الميدان بقى ما امتلأ، قلنا عند المتحف المصري بالظبط. فاما الميدان امتلأ بالملايين ومئات الالاف، كان مشهد جديد بالنسبه لنا كلنا، والجيل حتى جيلي انا، واخد بالك وانا مش من جيل الشباب قوي، لكن كان جديد بالنسبه لي، ومشهد فعلا نادر في تاريخ الوطنية المصرية ان تبقى الاعداد الهائلة دي. فانا قلت المشهد ده لازم يوثق صح، وتوثيقه الصح لابد له من لقطة من طائرة. لان مهما انت امتلكت ناصية العمارات مش هتطلع اللقطة المظبوطة غير اللقطة اللي من فوق. فكلمت الجيش، كلمت الشؤون المعنوية، قلت لهم انا بغض النظر عن موقفكم، لسه ما كانش الجيش طلع البيان بتاع انحياز المطالب الشعبية للشعب المصري، فكان لسه موقفه مش معروف يا ترى هينحاز ولا مش هينحاز، كان في اسئلة ساعتها يعني مطروحة. فبرغم ان ما كانش طلع، انا قلت دي حاجة وطنية. فقلت لهم بغض النظر عن موقفكم من هذه الثورة ونهايتها وانجازها او عدم انجازها او نجاحها او عدم نجاحها، ده مشهد تاريخي لابد ان يوثق، فاسمحوا لي ان انا اجي اصوره بالكاميرات بتاعتنا بالفنيين بتوعنا عشان يبقى الحاجه معموله باحتراف يعني. فقال لي، رد عليا اللي هو ساعتها اسماعيل اتمان، قال لي طيب يعني هعرض وارد عليك، عرض ورد عليا بعدها بساعتين، قال لي لا شكرا احنا بنصور، وكان متحفظ. ففي 30 يونيو انا كررتها، بس كررتها بقى من يوم الجمعه 30 يونيو كان يوم 30، من يوم 28 بقى انا بلح ان انا عايز اطلع. هنا رحب الجيش وقلت لهم انا عايز اجيب كاميرات الحديثه واجيب المصورين على اعلى مستوى ونيجي نصور، قالوا لي اتفضل وهات المعدات وهات وهات وهات. وبالفعل جابوا لنا الطيران، والطيران كله كان مليء بالمعدات بتاعتنا وبالفنيين بتوعنا والمصورين، وصورنا الهدف من 30 يونيو كان مش عايز ادعي الحكمه باثر رجعي، بس انا كان عندي تصور ان عندما ستنجح الثوره الاخوان
هيقولوا هيطعنوا في الحكايه دي. فكان في ذهني ده بجد مش بدعي الحكمه بس الرجعي، لان انا استخدمت فيها في بعض اللقطات تكنيك لا يشكك فيه، اللي هو تكنيك الشوط الواحد، ان انت تخش على ميدان التحرير من قبل مسح سكان كده ولا تحرك الكاميرا بان. يعني ايه؟ ما انا ممكن ادخل على جماهير وخبال حضرتك وبعدين لو مشيت كده هكشف ان ما لهمش امتداد، فاروح عامل الكاميرا كده يعني ابقى عليهم كده، ثم وانا ببتعد افضل عليهم واطلع، وبالتالي يبان ان هم جماهير كتير. ولو عملت سكان كده مسح يبان ان ما لهمش امتداد. فانا كنت قاصد ان انا اعمل المسح الشامل الكامل دون كت، ان الشط يبقى شط واحد، بحيث اللي يشوف يشوف من اول الفراغ اللي قبل ميدان التحرير، ثم الاوبرا تقريبا من قبل الاوبرا، وتشوفه هو ادي الملايين موجوده. فكنت منتبه ده، وانا مش ذكاء مني، ولكن هو من الاستاذ عصام العريان. الدكتور عصام العريان طلع يوم 28 في قناه وقال كانت الجماهير بدات تنزل يوم 28، فهم ادركوا ان الملايين هتنزل بقى اذا كانت يوم الجمعه ولسه 30 ما جاش، وبدات مئات الالاف تنزل. فعندهم بقى قناعه ان الشعب هينزل كله. فبداوا يفكروا هيقولوا ايه لما الشعب ينزل، هم عايزين عندهم بقى الديناي اللي اسمها ايه الانكار. فلقيته بيقول في قناه فضائيه ده هم بدات مئات اللي نزلوا على يوم الجمعه، ويوم الحد باذن الله ما هينزل بضعه الاف، واذا لقيته اكتر من كده هتبقى من صنيعة مخرج، انتوا عارفين انتماءاته. فهم كانوا مجهزين قصه الفوتوشوب من قبل ما تحصل ال 30 يونيو، من قبل ما اخش اصور. ولو انا ما كنتش صورت كان قالوا نفس الكلام، وده بقى الجديد اللي انا بقوله لك النهارده. ان هم كانوا مجهزين ان هم هيقولوا على المشاهد دي فوتوشوب. بغض النظر عن انا صورتها لهم. مسبقا، وكانوا مجهزين مين الاسم اللي هيستخدموه اللي هو انا. واخد بال حضرتك بس يعني. حمدين صباح صديق نضال وعشرة عمر، وواحد من أصدق الناس اللي أنا بشوفهم حبا وعشقا للوطن. طب يعني شفناه في انتخابات الرئاسة 2012، وفي انتخابات الرئاسة اللي بعديها حضرتك في الأولانية كنت داعم ليه قوي، وفي الثانية ما كنتش في ما كنتش في صفه. في ناس قالت ان دوت تخلي عن صديق عمر. هي المسألة مش مسألة صداقة. يعني هل دلوقتي أنا أخويا نازل الانتخابات الرئاسة وحمدين نازل، تمام، وانا شايف ان حمدين اصلا اروح اقف مع اخويا عشان ده اخويا ابن ام وابويا؟ القضيه قضيه مع الاصلح من هقف مع الاصلح من وجهه نظري. انا وقفت مع حمدين لانه كان الاصلح من وجهه نظري. رئيس السيسي ساعتها من هقول لك هو كان الاصلح من وجهه نظري في 2012 من ضمن 13. لما تغير الظرف وبقى فيه رمز وطني الناس التفت عليه، اللي هي الدرس بتاع خالد محي الدين لا تخاصم وجدان الناس. اللي انا اول سؤال. واخد بالك؟ وبقت اراده شعبيه حقيقيه. يجب ان انت تنحاز للاراده الشعبيه دي. يجب ان انت ما تقفش ضد جماهير شافت ان هذا هو الرجل هو المنقذ. لو انت زيدت عليه وقلت لها انت ناس ما بتفهمش، لو انت اخترت حد تاني انا وتصور انت ناس ما بتفهموش، وانا اعرف مصلحه البلد اكتر منكم، وانا هقف ضدكم. مع ان اللي وقفوا مع حمدين ما بقولش عليهم ان هم يعني كانوا مخطئين، هم ده وجهه نظرهم، بس انا وجهه نظري ان انا لابد ان انا انسحق لاراده الناس لما تبقى اراده جامعه بهذا الشكل. ده كان جزء في الحكايه، زائد جزء ان انا شايفه كنت شايفه رجل المرحله، شايفه الرجل القوي اللي يستطيع ان البلد دي داخله على ازمه كبرى ومؤامره كبرى، ومحتاج الرجل القوي اللي وراه مؤسسات الدوله بتدعمه بشكل مطلق ويستطيع قياده الدولة ومن قلب الدولة. لازالت هذه الثقة موجودة عند حضرتك؟ أكيد. طب فكرة التيار المدني أو البديل المدني اللي طرحه حمدين صباحي مؤخرا؟ الاسم نفسه أفشل الفكرة. بمعنى؟ لأن لما تيجي تقول البديل يعني أنت عايز تقول بديل عن السيسي. اتفهمت كده. مع إن أنا أعرف إن هم ما يقصدوش كده، هم يقصدوا بديل عن السياسات. السياسات المطبقة مش عاجباهم وعايزين بديل عن السياسات. لكن هو أجهضوا الفكرة بالعنوان ده. العنوان. خد بال حضرتك، لابد أي نظام أن يكون أحد أركان أي نظام في العالم. لو أنت بتتكلم على النظام الديمقراطي لازم يبقى فيه حاجة اسمها معارضة. هي المعارضة دي الكاشفة. هي اللي بتعرفك على الأخطاء، وهي اللي بتنور لك، وهي اللي بترمي إضاءات في الطريق عشان ما تلبس في الحيط.
الوزير اللي عندك ده فاسد، ده بيحصل كذا، معرفش ايه، حتى لو كانت مهاترات، بس المهاترات دي بتصحي القائد اللي بيحكم. ما لكن لو مفيش معارضة خالص وهو ماشي في طريقه ممكن يكون مش منتبه. صوت واحد او مفيش نغمة تانية. بالظبط زي ما انا قلت في التصريح بتاع التكتل بتاع 25-30 ان الصوت الواحد يخنق اي بلد. ان بلد، اي بلد في الدنيا، خاصة بلد خارجة من حراك اجتماعي وسياسي زي اللي حصل، لابد تتنفس من اكثر من رئة. ولابد ان يبقى في اراء متعددة تتضارب الاراء دي عشان تطلع يمكن رأي عاشر غير الاراء الاثنين الثلاثة اللي اتقالوا. الرأي حتى النشاز لابد ان هو يفسح له المجال لان هو يتقال ونستمع ليه جيدا. لان الرأي النشاز بتمحيصه والتدقيق فيه يبان نشازه او يبان وجاهة ما فيه، فتنور للطريق. وبالتالي محتاجين الاصوات، محتاجين تعدد الاصوات. عندنا لجنة 100 للدستور اللي كانت ايام الاخوان، ولجنة 50 اللي حضرتك كنت مشارك فيها. عايزين فرق جوهري وفرق في الشكل. لا الفرق معروف. لجنة المائة دي كانت لجنة إخوانية 100%. حتى المشاركات اللي من المجتمع المدني أو من القوى المدنية كانت مشاركات رمزية، كانت بتسحق أصواتها يعني. لكن في لجنة 50 كانت بتعبر عن كل فئات المجتمع، كل الشرائح الاجتماعية، كل التيارات السياسية، كل الاتجاهات الفكرية، واخد بال حضرتك. فكانت جامعة للمجتمع المصري، تستطيع أن تقول أنها كانت ممثلة فعلا للمجتمع المصري. يقال الآن أن الدستور محنط ولا يستخدم. لا مش محنط، لكن يعني في ناس كتير قوي مش وضعها في الاعتبار. واخد بالك يعني احنا بوحة سلطة يعني من السلطة نفسها، واحنا بننكر لكن احنا بنقاوم ده. احنا اصرينا في البرلمان ان يبقى فيه تنفيذ الاستحقاقات الدستورية اللي موجودة في التعليم والصحة. حتى لو كانوا نفذوها شكليا. وانا وصفت حتى ما صنعوه بالتدليس، لانه شغل حواه. مش شغل حقيقي ان هو اداني ال 90 مليار اللي انا عايزهم للتعليم او للصحة او غيره، لكنه في النهاية التزم بنص دستوري. ان كان مش عارف يلتزم بيه مضمونا والتزم بيه شكلا، المرة الجاية هو هيحاول يلتزم بيه مضمونا، فيبقى كسبنا خطوة لقدام. بنقاوم فكرة عدم الاعتداد بالدستور، لان الدستور ده لو ما احترمتوش انا رأيي تسقط الدستور. عضو مجلس الشعب، لما تسمع الكلمة دي حضرتك ايه اللي بيخطر؟ بتجيلي على طول الصورة الذهنية بتاعت المجلس، يعني طبيعي يعني من طبيعي. دوره ايه العضو في الفترة اللي موجودة دلوقتي؟ لا دوره حضرتك تقوم بيه بقى. انا بحاول اقوم بدور بعتقد هو واجب. ان لما بتبقى ممثل عن الأمة ديت لابد ان انت تعبر تعبير امين عن احلام الناس وعن طموحات الناس وعن آلام الناس وعن مظالم بيعاني منها الناس. لابد ان انت باعتبار الدستور الجديد اداك كمان الحق في رسم سياسات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حقك كمجلس نواب ان تشارك فيها، فانت شريك في هذا النظام، فلابد ان تدلو بدلوك في الموازنه العامه للدوله وفي خطه التنميه اللي موجوده وفي برنامج الحكومه وفي غير حتى حقك التشريعي والرقابي. انت لابد ان انت تسهم في المسائل دي كلها. انا بمارس الدور ده بعتقد يعني يا رب اكون بمارسه بشكل جيد، لكن بعمل ما استطيع ان اصنعه في كي اؤدي دوري بشكل منضبط. مرة حضرتك اتكلمت عن الاستقالة انك ممكن تستقيل في اي وقت. كل تأكيد انا قلت لهم لو ذبح البرلمان العدالة الاجتماعية استقيل. ما يعني هقعد اعمل ايه؟ لو ذبح البرلمان الدستور مثلا وسعى في تغييره، طب انا هقعد اعمل ايه؟ انا جاي عشان اؤدي واجب. هي النقط دي مش واضحة للناس، ايه يعني النقط اللي لو جت قدام استاذ خالد؟ يعني لو حسيت ان احنا دلوقتي ماشيين في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية ولقيت ان كل القرارات وكل القوانين والعجلة كلها في اتجاه العكس، في اتجاه عدم تمكين الفقراء وعدم محاولة اخراجهم من دائرة الفقر وتحملهم فواتير الاصلاح كلها على الفقراء. يبقى العدالة الاجتماعية والدستور
ده هتلاقيني بستقيل. اما لو اقتربوا من الدستور همشي خلاص. يعني يعني الانجاز الكبير اصلا اللي اتعمل بعد ثورتين 25 و30 انا بتصور هو الدستور. فلو انتوا هتنقضوا عليه وهو الانجاز الحقيقي لهذا الشعب انه خد كل طموحات الشعب واشواق الشعب للتغيير والضمانات وصغها في نصوص دستوريه ملزمه، لو انت عايز تنقض عليها وتغيرها خلاص يبقى نرجع للخلف احسن. وبالتالي لا ساعتها مش هبقى موجود في المجلس. تمام. أزمة تيران وصنافير. أزمة تيران وصنافير أنا موقفي واضح فيها من أول لحظة، أنا أشعر إنها مصرية. ليه؟ لأنني تعلمت في المدارس إنها مصرية. تمام. تمام كده؟ وجدانا وتاريخا ودما 1000% هي مصرية. ده قولا واحدا كده. جغرافية دي مسألة لازم نرجع للمتخصصين فيها وأنا مش متخصص. وبالتالي في حقيقتين في الحكاية، حقيقة التاريخ وحقيقة الجغرافيا. حقيقة التاريخ بتقول انها مصرية، لم يتطأها قدم غير القدم المصرية التي حمتها ودفعت عنها الدم. تمام كده، حدش قدر يدعي غير كده. تبت التاريخ. بالجغرافيا في حقائق احنا انا كواحد مش متخصص ما عرفهاش. ما ينفعش تحكم على حقائق الجغرافيا بمعزل عن التاريخ ولا التاريخ بمعزل عن الجغرافيا، لازم الاثنين دول يخشوا مع بعض. ده حاجة. الوثائق هتجن المجلس النواب. اولا المحكمه القضاء الاداري اقرت بمصريتها. طيب في محكمه اداريه عليا، ماذا لو اقرت المحكمه الاداريه العليا بمصريتها؟ خلاص ما عادش فيه بقى نقاش، الموضوع خلص. لكن لو اقرت، لو نقضت الحكم وارجعتها تاني لانها ممكن تبقى سعوديه، هنا ياتي دور مجلس النواب. لابد ان يتحقق من الوثائق، ولو لقى انها سعوديه عليها ان يرجع لصاحب السياده. زي صاحب السياده اللي هو الشعب. في استفتاء. لقاها مصريه، هو غلت يديه اصلا. ولا يستطيع ان يتنازل عنها لا مجلس الشعب ولا الشعب نفسه. لانها حقوق الاجيال القادمه. ده كله عمره ما كان فيه اي درجه من درجات التشكيك في هذا الرجل اللي هو رئيس الجمهوريه. ليه؟ لان هذا الرجل سمع لاراء متخصصين لا يكون وطنيه عن اي حد فينا. وقالوا له سعوديه. تمام؟ بما فيهم ناس في معسكرنا احنا زي هدى جمال عبد الناصر. طب هدى جمال عبد الناصر قالت ان الجزيرتين مصريتين سعوديتين. وابوها نفسه جمال عبد الناصر قال انها مصريتين. طب ايه رايك في الحكايه دي؟ اخون هدى ولا لا؟ انا ضد فكره التخوين بالظبط. هنا بقى ايه؟ هذا الرجل انحاز او ارتاح ضميره لسعوديه الجزيرتين بناء على خبراء وطنيين. في خبراء وطنيين اخرين برضو لا نستطيع التشكيك فيهم. قالوا ان هم مصريين. واخد بالك؟ ده لا اقدر اخونه ولا اقدر اخونه. ليه ان انا انحاز ده دون ان يخونني احد؟ وليه ان انا انحاز ده دون ان يخونني احد؟ عشان كده انا مش معجب بنغمه الربط ما بين تخوين الرئيس وبين مصريه الجزيرتين. لا مش صحيح. انا ممكن اقول مصريه الجزيرتين مصريتين والرئيس اكثر وطنيه من يعني ما عنديش مشكله خالص. الاثنين ما يتناقضوش مع بعض. تمام. ازمه نقابه الصحفيين الاخيره وزج باسم حضرتك في الاجتماع اللي كان داخل النقابه، حضرتك كنت موجود؟ انا فعلا كنت موجود. يعني انا رحت النقابه بعد ما اتقبض على الشابين او الصحفيين في محاوله للتوسط بينهم وبين الدوله عشان الدنيا ما تولعش، لان كنت مستشعر ان الدنيا هتولع. فرحت مباشره لانهم كلهم اصدقائي. واتكلمت مع الدوله ومؤسسه الدوله ومع سواء وزاره الداخليه او رئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء، اتكلمت مع كل المؤسسات ديت. وانا اللي دخلت اتوسط عشان نقرب وجهات النظر عشان نحل الازمه يعني. ففي نعم بعض المتصدين قال لك دخلت يوسف هو اللي نقل الولاد وهو اللي اواهم وهو اللي عمله. ده كله كلام طبعا ملوش اصل من الصحه. ولو كانت الدوله عارفه ان انا اللي اخفتهم ووديتهم النقابه ما كانتش سمحت بان انا اتدخل وسيط يعني. طب هنتوقف بس عند مشهدين في تاريخك السينمائي. المشهدين موجودين في فيلم دكان شحاته، وفيلم دكان شحاته ده يعني بيؤرخ لرؤيه تنبؤيه حضرتك كنت واضحها قبل الثوره اصلا. في المشهد بتاع الاستاذ عبد العزيز مخيون وهو ماشي مع استاذ محمود حميده وبيتكلم عن السادات وبيقول له ان ربنا يسامحه بقى اللي عمله ده هيأخرنا 100 سنه لورا ومش هنعرف نصلح اللي هو عمله ده. الفتره يعني بتاعت حكم السادات والمشهد ده تحديدا كنت تقصد منه ايه؟ انا عندي راي سلبي على السادات، وده مناقض لاراء ناس كتير جدا والناس بتندهش بيه، بعض الناس بتندهش منه يعني.
بس انا عندي راي سلبي جدا ان كل ما جنيناه في الثلاثين سنه بتوع مبارك ليس الا امتداد لما بداوا السادات سنه 76. يعني السادات بدا بالمشي في عكس الطريق اللي كانت مصر ماشيه فيه من سنه 76، لدرجه ان الراحل العظيم فتحي رضوان كان في احدى خطبه اللي انا حضرتها وانا شاب صغير في ايد خالد محي الدين، كان يقول ايه؟ من قال لكم ان السادات لم يمشي على خط عبد الناصر؟ انه مشى على خط عبد الناصر ولكن للوراء ماسحا باستيكا كل ما انجزه عبد الناصر. فالمشي في عكس اتجاه اللي الدوله كانت ماشيه فيه، والانقضاض على كل مكاسب الثوره، حقوق العمال والفلاحين، والانفتاح الاقتصادي اللي هو خرب البلد وعمل انفتاح استهلاكي ووصلنا اللي احنا فيه ده، كل ده اللي بدأ السادات. حتى السلام مع اسرائيل وتقويه اسرائيل في المنطقه، الناس تقول لك انت دلوقتي ما تحلمش تاخد اللي كنت خدته من معاهده السلام. يا جماعه معاهده السلام هي اللي تسببت ان احنا وضعنا بقى كده اصلا، لان احنا خرجنا من حلبه الصراع فهي استفردت بكل البلاد اللي حواليها. فاحنا انتوا بتجيبوا النتيجه اللي حاصله دلوقتي وتقول احنا ما دلوقتي ما حدش يحلم باللي ده، وانتوا ناسيين ان سببها هو اصلا معاهده السلام. فانا عندي راي سلبي على معاهده السلام، مش بقول لك ان انا ضد السلام، انا عندي راي سلبي على معاهده السلام، مش على نص المعاهده، لا من حيث الحل نفسه. انا كنت ضد الصلح المنفرد مع اسرائيل، لان القضيه قضيه عربيه ما كانتش قضيه سينا لوحدها، والا كان عبد الناصر قبل انها ترجع لوحدها. عبد الناصر عرض عليه انها ترجع كامله دون حرب ورفض، لان القضيه قضيه فلسطين. فقضية فلسطين لما تيجي تتفاوض عليها لابد ان يكون الامه العربيه كلها معاك. لما تعمل تيجي للاقليم القاعده اللي في المنطقه وتعمل حل منفرد مع اسرائيل وتمكنها من الانفراد بكل اشقائك العرب واحد تلو الاخر، وتوصل لحاله المهانه اللي احنا فيها دلوقتي تجاه اسرائيل، وانها بتلعب في افريقيا اثناء ما كانت افريقيا دي كانت ملمومه حوالين مصر في لحظه من اللحظات، دلوقتي ملمومه حوالين نتنياهو. كل ده نتاج عصر السادات ونتاج معاهده السلام. عشان كده انا عندي رؤية سلبية لعصر السادات. تاج بقى حضرتك تقول لنا ميزة في عصر السادات. حرب اكتوبر. ما عندوش غير قرار قرار الحرب. لم ترى عدوله عن قرار رفع الدعم في ما كانش يملك غير كده. ده لا يحسب له. ما كانش يملك غير كده. ما كانش يملك غير كده، لان الثابت تاريخيا كمان ان لما الشرطه ما قدرتش على المظاهرات اللي في الشارع طلب من الجيش انه ينزل. اديك معلومه ليك كجيل بقى جديد، انه الجيش المصري رفض ينزل قبل الغاء رفع الاثار. قالوا انا مش هنزل اضرب الشعب. الغي السبب اللي الشعب صار عليه وانا هنزل احمي الشعب. واخد بالك؟ فما كانش يملك ان هو ما يتراجعش. المشهد الثاني لما محمود حميده بيقول لعمرو سعد هات الصوره بتاعت جمال عبد الناصر خليها تغطي الشرخ، غطي شروخ الحيطه يا صور الجمال. هو المشهد ده اللي بالنسبه لي، وده اصل ما اعتقده، ان عبد الناصر ساترنا وهو ميت لاكثر من 30 40 سنه. يعني احنا ما عندناش مشاكل في منابع دول منابع النيل ولا حصتنا من نهر النيل بسبب جمال عبد الناصر، ان هذه البلاد كانت تقدر دور عبد الناصر في تمدنها وتحضرها، وانها خرجت من العصور الوسطى، هو اللي طلعها من العصور الوسطى للعصر الحديث. وكان عامل علاقات بيننا وبينهم علاقات، لدرجه ان انزل دلوقتي اي بلد من بلاد منابع النيل ولا بلاد افريقيا هتلاقي الشارع الرئيسي اسمه شارع جمال عبد الناصر، الميدان الرئيسي لازم يبقى ميدان عبد الناصر. لما طلع معانا عبد الحكيم عبد الناصر في الوفد الشعبي بعد استقبل اكن عبد الناصر عاش، يعني رجع تاني حي. القطاع العام اللي هم بيقولوا عليه خرب الدنيا ده هو اللي ساترنا لغايه وقت قريب. عاملين بالظبط زي الرجل الغني اللي ساب مصانع وساب املاك لاولاده وهم توقفوا عن الانتاج، ما عملوش اكتر من هم قعدوا يبيعوا قعدوا يبيعوا واحده ورا الثانيه عشان يصرفوا لمده 30 سنه. فما تركوا عبد الناصر لنا هو اللي سترنا وبيع القطاع العام، مع انه بيع برخص التراب بس هو اكل جيل، واخد بال حضرتك؟ فهو اللي غطى شروخ الحيطه، هو صورة جمال وظل جمال عبد الناصر. سلبية في او السلبيات اللي كانت موجودة في الفترة الناصرية بحكم انك ناصري، شايفها ازاي؟
انها ما كانتش مستشرفه المستقبل ان العصر القادم هو عصر الحريات وعصر حقوق الانسان. كانت اسيره الهواجس العالميه في ان الهاجس الانساني في وقتها كان حركه التحرر، تحرر الشعوب. فلم تلتفت كثيرا للديمقراطيه ولا للحريات. عظم التجربه عبد الناصر برى انها كان لابد ان يدرك، وبالفعل هو أدرك بس في الآخر في بيان 30 مارس سنة 68 لما هتقراها هتفهم ما أقصده، أنه بدأ يلفت النظر لفكرة الحريات وفكرة الديمقراطية وفكرة الشفافية. فكان نفسي يلتفت لها قبل. بس عايزين مقارنة من حضرتك ما بين زيارة توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي هنا في القاهرة وزيارة وزير الخارجية المصري نتنياهو في أورشليم. زيارة وزير الخارجية ده أمر بتفرضه المواثيق الدولية، إن بلد برغم أنا لا أعترف أنها دولة وأعترف ما زلت أقول عليها الكيان الصهيوني، لكن الدولة لها ارتباطات أخرى. حتى لو رجعنا حتى لعبد الناصر، كان عبد الناصر يقول لياسر عرفات أنت ثورة وأنا دولة، أنت أنا أقبل 242 مقرر 242 وأنت أرفضه ويدفعه لرفضه، لكن هو كدولة بيقبله دبلوماسية. لأن مش فكرة دبلوماسية، أنت عندك أنت مرتبط بدول ومرتبط بمصالح ومرتبط بمواثيق دولية، ما تقدرش تخرج من حظيرة العالم وتقول أنا رافض الدنيا دي. أنت عندك معاهدة بينك وبين هذا الكيان اللي اسمه بيسموه دولة إسرائيل، ووزير الخارجية من طبع الأمور أن يروح يزور هذا البلد اللي هم بيسموه بلد وأنا بسميها كيان صهيوني. ولكن ما كانش في حد، كنتش مضطر أبدا يا توفيق أن أنت تطبع مع الكيان الصهيوني وتعزمه على طبليتك في البلد أبدا. يعني لأن ليه؟ لأن ده فيه معاداة للنضال الشعب المصري. الشعب المصري قبل الاتفاقية نعم، على مضض نعم، لكنه رفض التطبيع. عبر 40 سنة لم يستطع السادات ولا حسني مبارك ولا كل الحكومات أن تجبر الشعب المصري على التطبيع مع العدو الصهيوني، وما زال في عقيدة المواطن المصري اللي ما حضرش حتى أي حرب أن إسرائيل هي العدو. وبالتالي أنت ما كنتش أبدا لك حق أن أنت تضرب بعرض الحائط بالقناعة الشعبية المصرية ولا بالالتفاف الشعبي حوالين فكرة عدم التطبيع وتخرج ده وأنت نائب للأمة. يعني ممارسة السياسة من خلال الإبداع الفني وممارسة السياسة المباشرة من خلال البرلمان. الإبداع الفني ملوش علاقة بالممارسة السياسة. الإبداع الفني حالة من الخلق، بتخلق عالم. كون هو يحصل نقاط تقاطع أو تماس بينها وبين الواقع وتحليل وكده، ده طبيعي. لكن دي مش ممارسة عمل سياسي. انت بتشتغل في الفن يعني. دي مختلفة عندي تمام.